حلقة جديدة من استوديو النواب هنناقش فيها مع حضراتكم كل ما يتعلق بمجلس النواب من خلال ثلاث فقرات. الفقرة الأولى إن شاء الله هتكون فقرة الانترو، أهم أخبار البرلمان في أسبوع. الفقرة الثانية هتكون عن اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان مجلس النواب بعد التعديلات اللي طرت عليها في الفترة الأخيرة. الفقرة الثالثة إن شاء الله هتكون عن مركز ومكان مهم في بلدنا زي ما متعودين مع حضراتكم في البرنامج، والنهاردة هيكون من نصيب مركز العياط في محافظة الجيزة. هيشرفنا في الفقرة دي النائب محمود الحفني عضو مجلس النواب عن مركز العياط. في الفقرة دي هنفتح التليفونات لحضراتكم أهالينا في مركز العياط لعرض أي مشكلة بتواجه حضراتكم هتعرضوها على نائب دايرتكم الأستاذ محمود. يا رب نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. هنبدأ مع حضراتكم فقرة الانترو بخبر من السيد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، اللي قال إن المجلس هينظر في جلسته العامة يوم الأحد المقبل بمشيئة الله بعض مضابط الجلسات اللي تم الانتهاء منها، ومن بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 واللي بيتعلق بالخدمة المدنية. طبعا القرار بقانون دون رفض من مجلس النواب في السابق. المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب قال إن المجلس هيوافي وهيطلع رئاسة الجمهورية بأسباب رفض القرار بقانون والخاص بالخدمة المدنية. أمين عام مجلس النواب كمان قال واستبعد إمكانية عرض ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس خلال جلسة الأحد المقبل. طبعا كل الأخبار في الفترة اللي فاتت كانت بتتكلم على أن اللائحة هيتم مناقشتها يوم الأحد المقبل، ولكن أمين عام مجلس النواب نفى هذا الأمر. قال كمان أن اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة انتهت من مراجعة جميع المواد وحاليا بتقوم بصياغة التعديلات اللي تم التوافق عليها قبل عرضها على نفس اللجنة مرة تانية، وهيتم كتابة التقرير الخاص بيها يوم السبت المقبل بإذن الله. الأمين العام لمجلس النواب كمان قال الأستاذ أحمد سعد الدين قال إن الأمانة العامة لمجلس النواب والخاصة بالمجلس استقبلت ثلاث طلبات لرفع الحصانة عن نواب في المجلس. احنا بنتكلم في اقل من شهر وفي طلبات برفع الحصانه عن عدد من النواب، وكمان المجلس رفضها لعدم استيفائها الشروط القانونيه. امين مجلس النواب كمان قال ان الامانه العامه استقبلت حوالي 50 اخطار بطلبات حول بطلان العضويه جميعها منظوره امام القضاء، وان دور الامانه العامه لمجلس النواب فقط هو اختار النواب المعنيين بموعد الجلسات الخاصه بالاختراض دي امام القضاء المصري. أما بالنسبة للائحة مجلس النواب الجديدة واللي بتعدها لجنة تعديل للائحة مجلس النواب، اللجنة وافقت مبدئيا على السماح برفع حصانة عضو البرلمان بالادعاء المباشر أمام القضاء المصري إعلاء لحق المواطن. المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة أكد كمان أن طلب رفع الحصانة هيكون عن طريق الجهة القضائية المختصة. لجنة التعديل للائحة مجلس النواب كانت قررت في اجتماع سابق شيء آخر، وهو إن هيتقدم طلب رفع الحصانة عن طريق عن نائب البرلمان من خلال مجلس القضاء الأعلى فقط بدلا من وزير العدل والنيابة العامة. كمان عدم جواز طلب رفع الحصانة من خلال رفع أي جنحة بالادعاء المباشر، لكن الأمانة الفنية لمجلس النواب أكدت على عدم جواز إلغاء الادعاء المباشر للمواطنين المصريين وأن ده حق أصيل للمواطنين. وأشار كمان أنه كان هناك تخوف لدى عدد من الأعضاء من كثرة الدعاوى والشكاوى الكيدية من بعض المواطنين وكمان من خصومهم في الفترة المقبلة إذا ما كان هذا الأمر هيتم بالادعاء المباشر.